عيد الغدير يوم كمال الدين. لما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله مناسكه في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، وهو في طريقه إلى المدينة، وصل موكبه إلى غدير خم في 18 من شهر ذي الحجة. هبط أمين الوحي جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله حاملا له رسالة من السماء لإبلاغ المسلمين بالأمر الإلهي لتنصيب أمير المؤمنين عليه السلام خليفة للأمة من بعده. فأقرأه: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، والله يعصمك من الناس. نزلت جموع المسلمين منازلها وأخذت أماكنها في تلك الصحراء الملتهبة. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه أن ينادي للصلاة، فاجتمع المسلمون عند رسول الله صلى الله عليه وآله على الرغم من هجير الصحراء ورمالها الملتهبة بوهج الظهيرة، حتى أنهم كانوا يضعون أرديتهم تحت أقدامهم من شدة حر الرمضاء. وبعد أن انصرف الرسول صلى الله عليه وآله من صلاته، أمر بصنع منبر الله من أقتاب الإبل، ثم صعد المنبر وقال مما قال: أيها الناس، أتعلمون أن الله عز وجل مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: قم يا علي. فقام وأخذ بيد الإمام ورفعها أمام الناس وقال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فأنزل الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طفق القوم يهنئون أمير المؤمنين عليه السلام ويقولون له: بخم بخل لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولا لكل مؤمن ومؤمنة. وفي تلك الأجواء استأذن حسان بن ثابت من النبي صلى الله عليه وآله في أن يقول شعرا، فكان من جملة ما قال: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، وأسمع بالنبي مناديا. فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا: ولم يبدوا هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت ولينا، ولن تجدن فينا لك اليوم عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أنصار صدق مواليا. عن المفضل بن عمر أنه قال: قلت للإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: كم للمسلمين من عيد؟ فقال: 4 أعياد. قال: قلت: قد عرفت العيدين والجمعة. فقال لي: أعظمها وأشرفها يوم 18 من ذي الحجة، وهو اليوم الذي أقام فيه رسول الله أمير المؤمنين عليه السلام ونصبه للناس علما، فهو عيد الله الأكبر، يوم العهد المعهود في السماء والميثاق المأخوذ في الأرض. فلك الحمد، غفرانك ربنا، وإليك المصير. آمنا بالله وحده لا شريك له، وبرسوله محمد صلى الله عليه وآله، وصدقنا وأجبنا داعي الله وأتبعنا الرسول، في موالاة مولانا ومولى المؤمنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، عبد الله وأخي رسوله والصديق الأكبر والحجة على ملته. من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار.